هل يتم إعادة مباراة مصر والسنغال بسبب الليزر؟ تفاصيل إعادة مباراة مصر والسنغال، هل فعلا ستعاد بسبب أخطاء التحكيم؟ السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة. هل سيتم إعادة مباراة مصر والسنغال بسبب الليزر؟ تفاصيل. يتساءل الكثير من المشجعين المصريين حول إمكانية إعادة مباراة مصر والسنغال الحاسمة للوصول إلى تصفية كأس العالم 2022 بسبب أعمال الشغب التي حدثت خلال المباراة المقامة في العاصمة السنغالية داكار، وفقد المنتخب الوطني فرصته في التأهل لنهائي كأس العالم 2022 بعد خسارته بنتيجة 3-1 في ركلة الترجيح أمام نظير السنغالية في الدور الفاصل من تصفية قارة أفريقيا. ومن جانبه أشار جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إلى أننا قدمنا شكوى للاتحاد الأفريقي أمس الثلاثاء ضد الاتحاد السنغالي وجماهيره، حيث قام المشجعين بإلقاء الزجاجات داخل الملعب. وأضاف علام في تصريحات تلفزيونية: غادرنا فندق الإقامة في داكار عند الساعة 2:30 عصرا لكي نصل إلى ملعب المباراة على الساعة 3 أو 3:30 على أقصى تقدير، ولكن كان هناك زحاما في شوارع العاصمة داكار ولا أعلم إذا كان هذا الأمر طويلا أم لا. لعبنا المباراة في أجواء صعبة ولكن الحمد لله لاعبين قدموا عليهم، وكنا نتمنى التأهل للمونديال ولكن قدر الله ما شاء فعل ونحن متوقعون.